تعليق على الفيديو الكاتب الصحفي أستاذ أحمد الخطيب، أهلا بك. مساء الخير أستاذة دينا، كل سنة طيبة والسادة المشاهدين. وحضرتك طيب، تابعت معانا الفيديو، إيه كل هذا العنف؟ الفيديو كمان متصور بطريقة حرفية جدا في التصوير وفي المونتاج وموسيقى تصويرية، يعني ممكن تكلمنا عن يعني هل داعش لازالت تصدر هذه الميديا للعالم بحيث أنهم يعني يفضلوا في حالة رعب وتأهب؟ هو الفكرة الأساسية لدى تنظيم الدولة المعروف بداعش هو يعني تصدير فكرة التوحش، ومعروف أن الفلسفة الكبيرة التي يقوم عليها التنظيم التي ينظرها كتابه الشهير إدارة التوحش هو تصدير فكرة العنف والتوحش الكبير لدى التنظيم، ولذلك هو يتفنن في كل مرة في عمليات القتل، تارة يحرق، تارة يغرق، تارة يقتل بالمتفجرات، تارة يقتل بالكهرباء، تارة يقتل بالصعق. يعني قبل يعني انا ازعجني اكثر قبل شهر عندما اعدم عدد من الاطفال في سوريا، اطفال وليسوا يعني اعلاميين كما هو الحال مع الفيديو المنشور لديكم. الفكره الرئيسيه تقوم على تصدير العنف، والى اي مدى هو يقول التنظيم، يقول وليجدوا فيكم غلظه، يستشهد بالايه الكريمه وليجدوا فيكم غلظه، يعني ترهبون به عدو الله وعدوكم. كل هذه المعاني القرآنية هو يصدرها لدى غير الداعشيين وليس غير المسلمين، الكل لديه كافر سواء مسلم أو غير مسلم، بل بالعكس هو يشتد ضراوة مع المسلم الذي يقول أنه ارتد وليس ربما مع الكافر. ولذلك نحن نرى في كل يوم وفي كل يعني من بين فترة وأخرى نرى أن التنظيم يزداد توحشا، يتفنن في عمليات القتل، ربما سنجد عمليات قتل أخرى أكثر بشاعة من التي نراها اليوم ورأيناها في الفيديو لدى الخمسة إعلاميين. التأمل في الفيديو الموجود حاليا من عملية الصعق بالكهرباء والتفجير من على النافذة هو أمر مرعب، يعني يتماشى كثيرا مع أول فكرة ظهرت عن داعش عندما تم حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة. نعم. طيب ممكن حضرتك برضو تقول لنا ايه يعني تفسير ده انهم يبدأوا يذيعوا اخبار زي كده في ضوء ان احنا بنتكلم عن تحرير العراق مثلا من فلول هذا التنظيم الارهابي، يعني مش باقي غير الموصل قريب، يعني النهاردة احتفلنا باتمام جلائهم عن الفلوجة وتحرير الفلوجة، يعني هم بينهاروا هذا النظام حتى سياسيا بينتهي الغرض منه، الغرض من صنيعة هذا الداعش أو هذا الكيان الإرهابي المسمى داعش أصبحت بتفقد صلاحيتها. يعني أنا لو تطرقنا إلى ما يجري في العراق فيعني يسفني أن أقول أن ما يحدث في العراق هو تقوية لداعش وتقوية وستقوم، يعني إذا كان حررت الفلوجة وحرر الموصل أو اقترب تحرير الموصل فإن البديل هو أسوأ، هو البديل هو الحشد الشيعي، برضو هو الطرف المقابل الشيعي للداعش الإجرامية. نعم، ولكن أنا ما أقصدش بكلامي الوضع في العراق قد ما أقصد أنه داعش نفسه كتنظيم انتهت صلاحيته بالنسبة لصناعه، هم يبحثون الآن عن بدائل أخرى، ولكن لماذا يصدر هذه الفيديوهات المرعبة دلوقتي؟ هل في مزيد في الخطة؟ يعني لسه عندنا حلقات في مسلسل داعش؟ هو طبعا هو لا شك أن التنظيم يحاصر في العراق تحديدا وفي سوريا أيضا يحاصر، هو انحسر كثيرا في العراق وفي سوريا. ربما يكون التنظيم يريد أن يقول من خلال نشر هذه الفيديوهات أنه لا يزال موجودا، أنه لا تزال قوته ضاربة، يعني أهداف كثيرة يريد من ورائها نشر مثل هذا الفيديو، يريد أن يقول أنه لا يزال قائم بيده مقاليد الأمور. يعني كل هذه رسائل من خلال الفيديو. أما الفكرة التي حركت تحدثت فيها البداية وهي الفيديو الاحتراف التلفزيوني، هذا أمر معروف عن داعش أنه يجيد فكرة اللعب بالإعلام والتواصل مع الميديا وحركات الإنتاج وما شابه، لكن التنظيم أنا في تقديري هو لن ينحسر بسهولة، لأن التنظيم هو فكرة، هو فكرة. نحن رأينا في الفترة الأخيرة انخرطت جماعات كثيرة
في فكرة داعش لم تكن كانت بعيدة عن الفكرة الداعشية. على سبيل المثال يعني تنظيم كبير مثل تنظيم الإخوان المسلمين، الجسم الكبير لهذا التنظيم انضم إلى داعش فكرة وتنظيم وعلى الأرض. الشباب شباب جماعة الإخوان في كل مكان يؤمنون بأفكار داعش، بل يرونها هو التنظيم الأمثل، التنظيم الذي يعني يكون في المخيلة، هو التنظيم الذي يجب أن تكون عليه أي جماعة إسلامية. كل الجماعات مفتونة، كل التنظيمات مفتونة بفكر داعش. لذلك أرى أن فكرة داعش تظل قائمة حتى تأتي فكرة أخرى أكثر عنفا وأكثر إرهابا، ومثل لأن داعش هو امتداد للقاعدة، والقاعدة كانت امتداد لتنظيم الجهاد، والجهاد كانت امتداد لتنظيم الجماعة الإسلامية، وهكذا. نحن أمام تنظيم يتطور كل يوم، هو قد ينحسر عسكريا، لكن طالما وجد الأسباب، وجد أسباب تطرف رئيسية، لم توجد خطاب ديني رشيد عاقل، حتى الآن لا توجد مؤسسة رسمية في العالم الإسلامي تتحدث عن خطاب ديني معتدل يرد على كل الشبهات التي تتحدث يا أستاذ داعش. أحمد الخطيب، ده احنا عندنا الأزهر رفض تكفير داعش. بشكرك جدا الكاتب الصحفي أستاذ أحمد الخطيب، وتنتهي